كاميرون بتفوق على معين الشعباني التاني وبياخد منه السوبر الافريقي، والزمالك ياخد السوبر الافريقي الرابع في تاريخه. والسوبر الافريقي دون ما خدناهوش من 2003 من الوداد المغربي، عنا تقريبا 16 او 17 سنة البطولة غايبة عننا، واخيرا كسبناها. ما كسبناهاش البطولة كده، لا احنا كسبنا بعد جهد وبعد تعب وبعد مباراة كبيرة جدا 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 ضد الترجي. هنتكلم على كل تفصيلة كبيرة وصغيرة سواء في الزمالك او الترجي، وهنتكلم عن مباراة ككل. فقبل ما نخش الحلقة انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشتراك وفعل الجرس عشان تيجي لك الحلقات اول باول. ويلا بينا نخش بالحلقه. بعيدا عن صوتي اللي رايح بسبب السريخ والزعيم اللي كنت بصرخه بعد كل جول للزمالك، بس تعالوا نبدا في المباراه. الزمالك بدا بال 4-2-3-1 اللي بيبدا بيها على طول. بدا محمد ابو جبل قدام محمود علاء، الونش حازم امام، عبد الشافي، الطارق، الاسد حامد، فرجان المايسترو ساسي، قدامه اوباما اللي قدم مباراه كبيره جدا. على الشمال بيلعب بيلعب بن شرقي، على اليمين بيلعب بزيزو، قدام مصطفى محمد. التشكيل اللي بدا، انا قبل ما ابص على شوف التشكيل قبل ما اخش فرق الماتش، التشكيل شفتها طمنت نوعا ما شويه انه يلعب بزيزو وبيلعب بن شرقي، الاثنين بيعرفوا يدافعوا نوعا ما وبيعرفوا يقلبوا المراكز مع بعض ويرجعوا يدافعوا مع الباكات. دي طمنت لها نوعا ما شويه، وممكن واحد فيهم ينزل كمان مع لعيبه نص الملعب مع فرجان الساسي وطارق حامد. الناحيه الثانيه بقى لعب ترجي بمعز بن شرفيه، قدامه خليل شمام واليعقوبي، على الشمال بيلعب بالياس خيري، على اليمين بيلعب بسامح الدربالي اللي عندي كلام كتير عليه هنتكلمه وهنجيله ليه. بيلعب اتنين في نص الملعب، بيلعب كولبالي وبونسو، قدامهم بيلعب ببن غيث وحمد الهوني وبن ساحه، وقدام بيلعب بابراهيم وطارق. الترجي كانت مشكلته واضحه وصريحه، كان في حاجتين كان بيلعب عليهم الزمالك وبيعرف يضغط على الترجي من الحته دي. الحاجه الاولى وهي الباكات، سامح الدرباني والياس خير، الاثنين المساحات اللي في ظهرهم كانت بتشكل خطوره كبيره جدا 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 على الترجي. الزمالك كان بيروح كل كوره بيروح فيها من ورا الباكات كان بيشكل خطوره، سواء من ناحيه اليمين لما كان زيزو او بن شرقي من الناحيه دي، او من ناحيه الشمال اللي جه منها الجول الاول في اول دقيقه في الماتش. على طول الكوره بتلعب في ظهر الباكات، في ظهر سامح الدرباني، بتيجي لعبد الشافع، عبد الشافع بيرفع عرضيه، اوباما بيطلع في اول دقيقه في المباراه يحط الكوره بدماغه عشان يعلنها صراحه ان الزمالك مش جاي يهزر واللي خايف يروح، وبنسجل الهدف الاول. الجول الاول جه للزمالك، الزمالك قلت الزمالك ممكن يريح بقى زي ما كنا عادي للزمالك كل لما بيجيب جول بيريح، لا الزمالك جاب جول في اول دقيقه وكمل الضغط بتاعه. الزمالك كان كمان الحاجه الثانيه اللي بيعملها بعيدا عن الباكات وبعيدا عن المساحه اللي في ورا الباكات، كان كمان الترجي المهمه بتاعته او انه النص الملعب بتاعه بيضغط عليه بسهوله شديده جدا، بسهوله شديده جدا نص الملعب بتاعه، سواء بونسو او كولوبالي لما كان بيضغط عليهم طارق حامد او اوباما او فرجاني ساسي بتتعمل منهم بسهوله، بتتعمل منهم بسهوله جدا. دي كانت نقطه ضعف كبيره جدا على الترجي، ان انت مش عارف تطلع بالكوره، مش عارف تبني هجمه، بناء الهجمه كان بطيء جدا كمان للترجي، الترجي بطيء في بناء الهجمه، كان بياخد الكوره ويقعد يباصي يمين ويباصي شمال ويديها نص الملعب، نص الملعب بيضغط عليه يتقطع الكوره، فكان في ضغط من لعيبه الزمالك على لعيبه نص الملعب، وكان في رخامه على لعيبه نص الملعب سواء كولوبالي او بنسو او حتى من غيث لما كان بينزل يستلم الكوره كان بيضايق طارق حامد وكان بيرخم عليه طارق حامد، وكمان الباكات بقى وكمان خط الدفاع ككل كان سيء، سواء الشمام او الدربالي او اليعقوبي او الياس شتي، كلهم 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 وحشين، كلهم التمركز بتاعهم وحش، التمركز بتاعهم وحش بان في كذا كوره، سواء من زيزو او من شرقي او مصطفى محمد، كان بانت الكوره دي. مصطفى محمد في الشوط الاول في كورتين كان كل مره ياخدهم ويعدي ويمشي على مهله جدا، ومفيش حد من المدافعين يضغط عليه. اي حد من المدافعين من بتوع الزمالك لما كان لعيبه الترجي بيستلم الكوره من على حدود منطقه الجزاء الزمالك بتلاقي لاعب مدافعين او لاعب نص ملعب بيكبس، محمود علاء يخش يكبس، محمود الونش بيخش يكبس، تلاقي طارق حامد او فرجاني ساسي بيخش يكبس. لعيبه الترجي ما كانتش بتعمل الحته دي، كانت بتسيبت لعيبه الزمالك حريه الحركه، سواء اوباما او مصطفى محمد كان عندهم حريه الحركه. مصطفى محمد شاط كورتين من نفس المكان ونفس الطريقه اللي هو يقطع الكوره من لعيبه نص الملعب ويجري بيها ويمشي يمشي 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 لحد ما يشوط، ومفيش حد من لعيبه المدافعين يضغط عليه. الضغط بتاع لعيبه الزمالك على نص ملعب الترجي كان مشكل خطوره، كان مشكل شكل للزمالك، ان الزمالك هو الزمالك مش مندفع ومش فاتح خطوطه، لا بيدافع وقافل المناطق بتاعته. وكمان كان مفيد للزمالك ان الضغط بتاعه كان بيولد اخطاء عند لعيبه الترجي، وكان بيضغط على لعيبه الترجي وبيخليها تخطئ كتير في نص ملعبها.
ده كان فيك الزمالك. نقط ضعف او ضعف بتاع الزمالك او شكل الزمالك الشوط الاول كان سيء في كذا حاجه. اولهم هي الباك اليمين حازم امام. حازم امام كان الباك كان ظهره في مساحات كبيره جدا، يعني كان في مساحات كبيره جدا. المساحات اللي كانت في ظهر حازم امام بانت في كذا مره. حمدي الغوني كان بيستلم بكل اريحيه وبيروح ويشوط على المرمى ويباصي بالعرض بكل اريحيه. حازم امام ولا كان بيضغط عليه ولا كان بيحاول يقفل المساحه دي. عكس الناحيه الثانيه اللي كنا متخوفين منها برضه اللي هو عبد الشافي، وقلت حتى في حلقه قبل الماتش ان الباكات بتاعت الزمالك سيئه جدا، لو الترجي ضغط عليها هيفرق كتير. لكن عبد الشافي المنطقه بتاعته كانت مقفوله كويس جدا. عبد الشافي كان عامل اداء كويس جدا النهارده. خبره عبد الشافي بانت في ماتش النهارده، بانت في ماتش كبير ضد الترجي. الترجي كنا خايفين ان يبقى مثلا ناحيه اليمين هابل مباركي ويبقى بمساحه فانت تبقى في ضغط على عبد الشافي، لكن عبد الشافي النهارده كان قدم مسؤوليه بصراحه. في لعيبه كان الشوط الاول قدم مسؤوليه، كان في عبد الشافي، كان في طارق حامد نوعا ما مش قوي بس كان في عبد الشافي، كان في محمود علاء، كان في محمود الوينش، كان في مصطفى محمد، كان في بن شرقي، كان في لعيبه كتير. الشوط الاول كانت تقيله في ارض الملعب، لعيبه ما كانتش باينه في ارض الملعب كتير. لما طارق حامد ما كانش باين كتير جدا في الشوط الاول، كانت حاجه غريبه مع انه كان لما كان بيضغط على لعيبه نص الملعب كان بيستخلص منهم الكوره بسهوله، بس كان الباص بيطلع احيانا ببطء. طارق فرجاني ساسي كان لسه ما جاش، كان لسه في الجو الايجيبشن بريمير ليج اللي كان فيه دون. زيزو طول المباراه كان وحش، طول المباراه كان وحش. وكمان الحاجه الثانيه اللي كانت وحشه للزمالك اللي هي الكوره الثانيه، لما انت تلعب كوره طويله اللاعب لما بينزل الكوره الكوره الثانيه بتتقطع، فكنا مضطر ان احنا نضغط عشان نستخلص الكوره ثاني. ده كانت حاجه غريبه ان انت ليه بتعمل كده؟ ليه؟ يعني الضغط بتاع الزمالك او الهجمات المرتده كمان كانت نقطه قوه للزمالك، ان الزمالك في الهجمه المرتده لمسه الثانيه الثالثه الرابعه بقى عند كوره الترجي. شفناه في كوره، الكوره الاولى لما اتلعبت بالعرض وجت لزيزو، زيزو شاف الكوره جت في ظهر المدافع بتاع الترجي. الكوره الثانيه بتاع بن شرقي لما نزلت له والجون فاضي خالص، شاف الكوره للاسف عمرو البند وطلعت فوق العرض. الكورتين دول كان جم، كان الزمالك قدر يخرج الشوط الاول 3-0، خلص الماتش، خلاص مشيت الاول، خلص الماتش مشيت الاول. لكن انت اديت فرصه للترجي اللي هو يحاول يرجع في الماتش ثاني، يحاول يسعد اوراقه، يحاول معين الشعباني يرتب اوراقه من ثاني ويحاول يشتغل من ثاني. الشوط الاول خلص 1-0 للزمالك، كلنا قلنا الحمد لله للزمالك قدر يخرج الشوط الاول 1-0. دخلنا الشوط الثاني مفيش اي تغييرات للترجي ولا اي تغييرات للزمالك. دخلنا حاجه غريبه جدا، حاجه حصلت انت ليه يعني مش فاهم ليه حصل. انت الونش محمود علاء الشوط الاول كانوا ثابتين جدا، كانوا بيشيلوا اي كوره بتيجي على دفاع الزمالك، كانت رجليهم ثابته في الارض. انت دخلت الشوط الثاني حصل خطا من الونش غريب جدا، الكرة بتتشاط بيفرد ايده بتيجي هنا، الحكم ما شافهاش في اللعب على طول، الفار بيكلمه ايه انت بتعرف تشوف الفار، راح شاف الفار ضربه جزاء واضحه وصريحه للترجي وبتتحسب فعلا وبيخش بالغيث عشان يحط الجول والتعادل 1-1. بعد الواحد واحد انا قلقت الترجي ياخد ثقه ولعيبه الزمالك تبتدي تهمل او لعيبه الزمالك تبتدي تحبط، فترجي ياخد ثقه اكتر فيعلى اكتر فيضغط فيجيب الثاني ويعمل كومباك على الزمالك ونخسر المباراه. لكن اللي انا شفته بقى ان بعد الجون لعيبه الزمالك ما احبطش، مفيش احباط جه لعيبه الزمالك. بعد الجون الكوره بونسو في حاجه غريبه جدا في تقريبا 60 او 61 في شكل غريب جدا، بونسو في نص الملعب، بس ده برده راجع لضغط فرجاني ساسي. ان بونسو اول ما استلم الكوره في نص الملعب دخل ضغط عليه فرجاني ساسي، اضطر بونسو ان هو يطلع الكوره من رجله خلاص، فطلع ميس باص استلم ساعتها بن شرقي. بن شرقي راح وراح وعدى 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 وراح عدى من الاول وراح وار 2 على الارض. معلم معلم حط ار 2 حطت معلم البعيده معز بن شرفيه ما يقدرش يعمل اي حاجه، بتروح في البعيده والجون الثاني للزمالك. انا قلت قاعد يا نهار ابيض، ازاي ده يحصل؟ الزمالك قدر ان هو مفيش احباط جه للعيبه، اللعيبه ما همدتش، اللعيبه ما ادتش الفرصه للعيبه الترجي ان هي تاخد ثقه عليه وتعب عليه، لا احنا ضغطنا ورحنا وجبنا الجون الثاني وسجلنا ونهينا. جبنا الجون الثاني، بعد الجون الثاني بقى ابتدينا نوع ما نريح شويه، ابتدينا نريح، ابتدينا نشوف بقى ايه الزمالك يرجع في نص ملعبه يتمركز صح، يقف صح ويلعب على الهجمات المرتده، يلعب على الهجمات المرتده بسرعات بن شرقي واوباما وزيزو. زيزو النهارده اللي كان سيء جدا بصراحه، ما كانش كويس خالص، كل ما يروح كوره او يجري بالكوره تتقطع منه او يبقى بطيء في اللعب، اللي هو كذا كوره النهارده شفناها بطيء في الباص. انت كذا كوره طلع اوباما، طلع مصطفى محمد، بطيء في الباص، بيطلع الكوره من رجله ببطء شديد جدا. فانت دور كان مخليك شكلك وحش نوعا ما في المرتدات، زيزو بياخد الكوره ويقعد يجري 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 لحد ما تتقطع منه. اوباما النهارده كان مقدم شكل كويس جدا، كان مقدم شكل كبير، كان عامل مباراه كبيره اوباما النهارده.
النهارده كان بيرجع دافع مع لعيبه نص الملعب فرجاني وطارق حامد، كان بيضغط على لعيبه نص الملعب الترجي، كان مقدم بشكل النهارده الترجي. الحاجه اللي حصلت بقى من معين شعبان، انا مش فاهم هو قتل بيقتل كده بونسو، بيقتله خالص ان هو بعد الغلطه دي على طول ما استناش خرجه، راح سحبه من الملعب على طول، ما استناش خرج بونسو، نزل طه ياسين الخنيسي عشان يبقى يحاول التشكيله من 4 2 3 1 ل 4 4 2، نزل بنغيث جنب كولابالي في نص الملعب، وبقى بمساحه وحمد الغني هم الاطراف بتاعتك، والاثنين المهاجمين بتوعك وطاره وطه ياسين الخنيسي، محاوله منه ان هو يضغط على من عمق الملعب، وخلاص مش عايز يروح على صراع الاطراف تاني، بيحاول يضرب من عمق الملعب، بس عمق الملعب ما كانش مفتوح، ان لعيبه الزمالك قفلت نص الملعب، ابتدت تخلي صراع الاطراف، اللي هو انا مش عايز العب على نص الملعب، طلع على الاطراف، هو عارف ان نقطه ضعف الترجي من اطرافه، فهو راح على الاطراف عشان عارف نقطه ضعف الترجي من اطرافه، اللي هو سواء ده هتهاجمني او انا هاجمك، هاجم من اطرافه، والزمالك ما هاجمش من عمق النهارده، هاجم اطراف، ده حاجه كويسه، اللي هو خلص صراع كله على الاطراف، انا مش عايز صراع في العمق، ده اللي حصل. بعدها بشويه هو ما لقاش المطلوبه، او ما لقاش الضغط اللي هو حاطه في دماغه ورسمه في دماغه، فقرر على طول يغير، وراح خرج وطاره، وراح نزل بن حموده، وحاول تشكيله تاني ل 4 2 3 1، وخرب هجمه واحد وهو طه ياسين الخميسي. بعد التغييره دي برده الترجي ما كانش فيه شكل، الترجي ابتدى يضغط على الزمالك من اخر 5 دقائق، بعد ما دخل الجول التاني والزمالك لعيبه الزمالك ابتدت تريح نوعا ما شويه، ابتدى يضغط بقى، ابتدى ضغط ضغط ضغط، بعد كده غير تغيير ثالث ونزل فادي وخرج بنساحه. بعد التغيير برضه مفيش شكل اتغير، انت بتلعب بنفس الشكل، بتلعب بنفس الاسلوب، بتلعب بنفس التكتيك، انت بتحاول تضغط على الزمالك من الاطراف، بتحاول تلعب من حته حازم امام، فحازم امام بتلعب من حتته، ابتدت تقفل بقى، انت اول ما تلاقي الكره عند حازم امام تلاقي محمود علاء راح وقف في ظهر حازم امام، وطارق حامد نزل وقف لمحمود علاء، وخلاص عارفين ان انت تركز على ناحيه حازم امام، فانا قفلت ناحيه حازم امام. كارتيرون النهارده عرف يقرا الملعب كويس جدا، عرف يقرا المباراه كويس جدا، حتى التغييرات بتاعته، تغييراته اللي هو انا هعمل تغييرات مش هرمي لعيبه وخلاص، لا انا هعمل تغييرات انا محتاجها، هو ما غيرش خلاص. اول تغيير راح خرج زيزو ونزل عبد الله جمعه، بعد ما معين الشعبان ابتدى اللي هو انا هقفل انا هاجمك من ناحيه الشمال اليمين وقفلتها عند حازم امام، طب انا احاول ايه اقفل اهاجمك من ناحيه الشمال واضغط على حد، شاف اللي هو لاعب كبير وتلاقي البدن بتاعه واقع، فنضغط من عليه وحتى نزل لاعب المساحه اللي هو يقرف حازم امام، ففكر على طول كارتيرو راح ساحب زيزو هوب نزل عبد الله جمعه، عبد الله جمعه بقى باك قصاد باك عبد الشافع، عبد الله جمعه كمان عبد الله جمعه سريع جدا في الناحيه الهجوميه، فتفكير كويس جدا من كارترون. وبعديها بشويه راح طلع حازم امام بقى اللي هو الضغط كله يبقى مشكل عليه، فطلعه ونزل محمد عبد الغني عشان يقفل ناحيه حمد الهوني دي تماما، وبعد كده التغيير الاخير راح خرج مصطفى محمد ونزل ونجم. بس قبل التغيير الاخير هو الترجي عمل ضغط كبير جدا قوي على الزمالك اخر 5 دقائق، ضغط 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 وشوط وضغط وشوط وضغط وشوط وضغط وشوط، ويشيل واحده عبد واحده محمود علاء يشيلها، واحده الونش يشيلها، واحده يشيل ابو جبل، واحده يمسك ابو جبل، وضغط ضغط ضغط ضغط. كنت قاعد بقول ربنا يستر، ربنا يستر والترجي ما يجيبش تاني. زملكاوي، انا زملكاوي بشجع الزمالك، فاكيد اتمنى ان الزمالك يفوز، وقاعد عمال اقول ربنا يستر ربنا يستر الزمالك ما يخشش فيه التعادل، الى ان تيجي الصفعه، صفعه حرفيا، صفعه خلاص. نص الملعب فرجاني ساسي بيضغط على نص الملعب الترجي كالعاده، يطلع على طول على طول يطلع عبد الله جمعه، يجري 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 ويلعب الكوره من العرض فرجاني ساسي من غير اي استلام، يلمس الكوره على طول، يجي من ورا لقدام بن شرقي بكل سرعته يستلم وتشيب باص الجون الثالث للزمالك، والزمالك بيني الماتش في ظل ان الترجي بيضغط وعايز يجيب الجون الثاني، الزمالك بيقول له شطبنا خلصنا المباراه. حتى بعد الجون الثاني الزمالك راح بكوره وعبد الله جمعه رفع عرضيه ودخل حطها بن شرقي بدماغه، بس للاسف بتيجي جنب العارضه والزمالك ما يقدرش يجيب الثاني. الزمالك قدم مباراه كبيره جدا جدا جدا، كارترون قدم مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى، قدر يشتغل على نقط ضعف الترجي، وكمان لقى نقطه ضعف في المباراه قدر يستغلها كويس جدا. مباراه بمعنى الكلمه رجعت مدرسه فن والهندسه، مش رجعت، قدمنا مباراه من روح الفن والهندسه. بقالي كتير قوي شفت الزمالك قدم مباراه كبيره كده، بقالي كتير قوي شفت الزمالك لعب كوره حلو كده، بقالي كتير قوي شفت الزمالك بيلعب كوره وبيقدم مباراه كبيره ضد فريق كبير وفريق رخم زي الترجي. هارد لك لجمهور الترجي، هارد لك لكل جمهور تونس وجمهور
الترجي مبروك 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 للزمالك، مبروك السوبر الافريقي الرابع في تاريخنا، وبقى لنا كتير ما كناش خدنا السوبر الافريقي فكنا محتاجين السوبر الافريقي، وهو افتتحنا مدعكة فبراير بسوبر افريقي، فلعلها خير وعلها سوبر مصر في الطريق والدوري وكمان نصعد في دوري الابطال، فان شاء الله خير باذن الله. بس في الاول وفي الاخر ده كان رايي انا في مباراه الترجي والزمالك في السوبر الافريقي. قول لي رايك انت في الكومنتس، قول لي كمان توقعاتك، هل الزمالك قادر على تخطي الترجي في دور 8 في دوري الابطال، ولا الترجي هيرد اعتباره ويزيح الزمالك من دوري الابطال ويرد اعتباره اللي هو خسر في السوبر الافريقي؟ قول لي توقعاتك في الكومنتس، مين اللي يصعد في دوري الابطال، الزمالك ولا الترجي؟ ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب في القناه واشترك وفعل الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي هتلاقيها في الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.